اكتسبت حفرة طيوي عتير المعروفة باسم بئر الطيور شهرة عالمية باعتبارها واحدة من أكبر حفر الإذابة في العالم منذ اكتشافها في العام 1997 من قبل فريق من المغامرين السلوفينيين بالتعاون مع جامعة قابوس. يبلغ حجم حفرة طيق حوالي 975 ألف متر مكعب، ويتراوح طول قطرها من 130 إلى 150 متر، أما عمقها فيصل إلى 211 مترا، وقد أدى جريان الماء على طول الأودية التي تصب في الحفرة إلى إذابة الصخور وبالتالي إلى تكوين الحفرة. أنا من الأردن وصراحة سمعت بالمنطقة كثير، سواء زملائي من الجوجل فحكوا لي أنها أكبر منطقة بالعالم كحفرة إذابة، يعني حفرة طيق. فيجينا إحنا للأهل عشان نشوفها ونتعرف عليها، وحلو يعني أشياء هيك فريدة بالعالم الواحد يطلع عليها، خصوصا بالجو الحلو اللي هو خريف صلالة. فالمكان حلو صراحة، وفرصة لأنه استغلنا إجازة العيد يعني عشان نحلم فيها. صحيح اللي عرفت عنها إن هي أكبر حفرة إذابة بالعالم، ويعني إلها خصوصية أنها قديمة جدا ومن مواقع الأثرية على مستوى العالم معروفة. جوجل حكى عنها كثير، الناس كثير يعني صراحة مصروعين فيها. فمن كثر ما سمعت عنها قلت خلاص لازم أنا والليلة نيجي نتفرج عليها، نستغل الأجواء الحلوة والأجواء الربيعية مع الرذاذ المطر، صراحة حلو كثير.